أحزاب المعارضة السياسية تقدم قائمة أعضائها الذين يمثلون المعارضة السياسية في مكتب الإطار الوطني إلى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. سيدة البلاد الأولى، سيدة الأولى تترأس حفل تقديم الشكر والعرفان لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو من قبل النساء العضوات بالمجلس الوطني للنساء. السلطات الأمنية في إقليم جيرا تقدم بعض الأشخاص الذين يقومون بتهريب الشباب إلى ليبيا أمام حاكم الإقليم. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من الفضائية الشادية من أنجمينا، ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية العربية لهذه الأمسية، والتي أبدأها بقراءة هذه البرقية التي بعث بها فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إلى عاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وذلك بمناسبة الذكرى 72 على استقلال بلاده، والذي يصادف تاريخ 24 من مايو من كل عام. وجاءت في هذه البرقية: انتهز هذه الثانية حالي وقدم باسم الشعب التشادي وحكومته إلى جلالتكم والشعب الأردني الهاشمي الشقيق بأحر التهاني والتبريكات القلبية بهذه المناسبة العظيمة، وأتمنى يا جلالة الملك أن تدوم أواصر العلاقات القائمة بين بلدينا وشعبينا. توقيع إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد. مرسوم رقم 133 باقتراح من وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي والمهجر يصدر المرسوم الآتي: المادة الأولى، استدعي السيد هارون بشر نيمان مستشار أول بسفارة تشاد لدى دولة ليبيا طرابلس. المادة الثانية: يلغي هذا المرسوم كافة الأحكام السابقة المخالفة له، خاصة المرسوم رقم 1441 فاصل رئاسة الجمهورية لعام 2015 الصادر بالتاريخ 19 من يونيو 2015. المادة الثالثة: على كل من وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي والمهجر ووزير المالية والميزانية كل حسب اختصاصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ، يسري مفعوله ابتداء من تاريخ التوقيع عليه، يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية. انجمينا في 23 مايو 2018 توقيع إدريس ديبي إتنو. قدمت مساء أمس أحزاب المعارضة السياسية إلى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بصفته الضامن والراعي للمسيرة السياسية والديمقراطية، قدموا له قائمة أعضاء الذين يمثلون المعارضة السياسية في مكتب الإطار الوطني السياسي. تقرير عثمان عبد الغني إدريس. جدال وملابسات سياسية استمر لأكثر من أسبوع كامل، والغرض منه هو من يمثل ومن يتزعم الإطار الوطني للحوار السياسي والديمقراطي، ولقاءات عدة جمعت الطيف السياسي المعارض مع فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الذي اعتبرته المعارضة السياسية الرائي والضامن لسير العملية الديمقراطية في تشاد. فبعد اللقاءات السابقة والمناقشات الأنيفة بشأن تقديم أسماء الأعضاء الذين يمثلون أحزابهم في الإطار، اتفقت الأغلبية الرئاسية بأن تقدم 15 عضوا في وقت سابق، ولكن المعارضة لا حياة لمن تنادي حيث لم تتفق، فأجل اللقاء إلى وقت آخر أمام الضامن والرأي إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رئيس الحكومة. ولكن هذه المرة لم تكن كسابقاتها، حيث اتفقت المعارضة الديمقراطية جزئيا، وقدمت القائمة المكونة من 15 عضوا أغلبهم من مجموعة الفوناك التي اعتبرها البعض بالتلاعب بالقائمة. إن جزء المعارضة السياسية لم تتفق على قائمة المعارضة الديمقراطية، إلا أن القائمة جحزت بعلم الجميع كما تقول الفوناك. هذا الاجتماع أعطى الموازين الحقيقية لتقدم الفكر السياسي والديمقراطي في تشاد، الأمر الذي جعل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو يطلب الحدود من الذين لم تعجبهم القائمة، وكما يقولون إن فيها تلاعب وخيانات واضحة. ولكن رغم هذا وذاك، فإن فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو باعتباره الضامن والرائي للعمليات الديمقراطية والسياسية في تشاد قرأ القائمة التي لم ترضي البعض من أطراف المعارضة السياسية، وشهد اللقاء أيضا عدم رضا من البعض عند سماع أسماء القائمة. السالي كبزبو دكتور بابا أحمد بابا بتو بنا بنجيام فنسان كيز و
ولكن رغم ذلك انتصرت غالبية المعارضة السياسية على الأقلية. وخلال المناقشات وأضم الرضا طلب فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو من الجميع التحلي بالروح الديمقراطية والصبر، وقال نحمد الله على هذه النعمة لأن الفكر السياسي التشادي قد وصل إلى أعلى مستوى، وهذا ما يجعلنا نستطيع بأن نؤسس دولة القانون ودولة الحقوق من أجل مستقبل الأجيال القادمة. يشاروا إلى أن بعد ذلك ما بقي إلا تكوين مكتب الإطار الوطني السياسي الديمقراطي يوم الخميس المقبل الموافق 24 مايو الجاري. ترأست صباح اليوم سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو ببيت المرأة التشادية مناسبة حفل تقديم الشكر والعرفان لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو من قبل النساء المجلس الوطني للنساء بتشاد، عرفانا له بالتوقيع على الأمر الخاص بالمساواة بين المرأة والرجل في مناصب المسؤولية وفي المراحل الانتخابية المقبلة. تقرير محمد حسن أحدم. هكذا استهلت مناسبة تقديم الشكر والإرفان لصاحب الفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو للتوقيع على الأمر الخاص بالمساواة بين المرأة والرجل في مناصب المسؤولية التعيينية والانتخابية، وذلك تحت الرعاية السامية لسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو وبتنظيم من المجلس الوطني للنساء بتشاد الكوناف، حيث بدأت المداخلات بكلمة ترحيبية لرئيس اللجنة المنظمة لهذه الاحتفالية مريم علي موسى التي رحبت بالحضور على تلبيتهم الدعوة، وتلتها قراءة مذكرتي شكر وعرفان لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وهرمه سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو لما بذلوه من جهود جبارة ساهمت في تحقيق الرفاهية الاجتماعية للمرأة باعتبارها الركيزة الأساسية لشرائح المجتمع التشادي. رئيسة المجلس الوطني للنساء بتشاد مريم محمد نور في كلمتها بهذه المناسبة قالت إن التوقيع على هذا الأمر يعتبر ثمرة النضال الحقيقي للمرأة التشادية في شتى المجالات، كما أن هذه التظاهرة تعتبر لحظة تاريخية تسطر بأحرف من ذهب في سجل تاريخ تشاد المعاصر في ظل الجمهورية الرابعة، كما طلبت من أخواتها النساء بذل المزيد من العمل من أجل رفع التحديات وكذا المشاركة بجانب أخوانهم الرجال في بناء تشاد الجديدة. رائية المجلس الوطني للنساء سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو في خطابها المطول ذكرت النساء بأن هذه المرحلة الحاسمة تتطلب تضافر الجهود والتضامن والتماسك لتحقيق المساواة الحقيقية انطلاقا من نقطة حصة 30%، وسترفع هذه الحصة بشكل تدريجي إلى أن تصل النصف، كما يجب أن تكون نسبة النساء في قوائم الترشيح للانتخابات التشريعية والمحلية على الأقل 30%، وإلا لن يتم قبولها. للتذكير فإن هذه المناسبة جاءت تحت شعار في الجمهورية الرابعة النساء أيضا يقمن ببناء تشاد. هذا وقد ثمنت سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو بهذه الخطوة مؤكدة بأن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من العمل والتضحيات من قبل المرأة على المستوى التحديات، طالبة منهن بالوحدة والتماسك لبلوغ الأهداف المشهودة. نتابع جزء من حديث سيدة الأولى هند ديبي إتنو. لمينا عصر الصباح فجر ده عشان نقول شكراً، شكرا لرئيس الجمهورية، شكرا لأن أمس شال لواء ومضى فوقه وقال مين هني لقي داما أوين ينتم 30% في أي خدمة أنا حكومة وأنباكر في الدبيتي وفي المير وبرزنا إدريس ديبي أنتانا وهسا الفضل ده للطبقة بعد من أخواننا شغل واي ده ما بدور ديكري يا ناس بدور جست أنا ريتي منستيريا ندور بروموسيون انترن أني لما ندور تخطونا فوق عشان تقولوا داكو بريزدان أنتم وما قدروا شوفوا إيبو ما تفتشوا إيبنا أنتونا من تهت أنتونا من تهت خطونا شيف دي سيربيس أدجوان خطونا شيف دي سيربيس ركبونا شوية 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 إسكالية أنا فران ما ندور تجيبونا تخطونا فوق وتقولوا نشوفوا إيبو المرة واحدة تقدر ترى بدور تقدر تكرب بكان اخواتي ام باكر ماشيين في دبيتين
انا ماني دور ليست بيرسونيلمون اي جي لي دي اونيتمون ماني دور ليست نوميناتيف من بدري نسو نقولوا اوين دول دوسوسو لا ان ده ما شرف لنا احسن المره تداوس لقيتي ما لقيتي الله ما انت لكن شغل كي ام باكر بريزدان قال تدي ليست كله اوين نجي نكونكوكتي بهيني هاي دسونا هاي سونا ام باكر بهبرونا دون اخواتي تقوموا وتخدموا اي بريني لي فريمون شنو في سانس العديد ما نشور الا ندور ما بقى اخواتي المره السابته كله كان تقدر تنتي بكان ده تجيب ليك بقول شنو ليك انت ذاتك الشرف مع الناس الرجال كي قاعدين بيدافعوا لامهاتهم ولاخواتهم ولبناتهم بفيش ولزوجاتهم تقوموا وتساعدونا في اي مكان نحطوا مرة زي ما الاوين اليوم في السوق ده شالوا السوق ده كله اوين اليوم تجار دقات كله اوين في السوق اسواق انا جمعنا الكبار تمشي ده اوين بس 50% خلي 70% اوين عندنا ندور في ادمنستراسيون كله مصر كيش دونك اخواتي لمينا ونقول شكرا للبريزدان هنانا وربنا يمتي وكاتريم ريبوبليك ده بدا بقولوا الناس وهادين في بعض الكاتريم ريبوبليك وقت السينيه ده المسبب قلنا ده خير واكون اليوم كل نساله من الله الحمد لله ده الله تجيب لنا علمي ونقول ده خير الكبير كاتريم ريبوبليك ده بقى لنا بارد الله يسيه بارد وبلد اللواء انا القوين ده ان شاء الله بقى بارد عشان المرأة قال كان جابت بيت بيقولوا بيت بارد الله يسيه لنا بارد ان شاء الله. وعقب الاحتفال فقد عبرنا بعض النساء المشاركات في الاحتفال عن فرحتهن مقدمنا شكرا والتقدير رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. نشكر البريزيدان إدريس ديبي إتنو والبريمير تام هند ديبي إتنو اليوم ب 30% أعطونا ليه ده خلينا نتعطفوا نكون مكشاشة وايد وكل شيء ده أخواتي القدامنا كبارنا فهم ندير خليه ورونا درب وعلينا ورم يعني علينا كل قاعدين ان شاء الله نتدافع ولينا نفسنا اول ما عندنا خبر كل بريمير دام جفكت ادنا رفعت وسمنا علينا العيون فوق المرأة الشادية كلها بصفة عامة قاعدة في شاب داخل ولا قاعدة في خارج يعني كلنا فرحانين اليوم الباريتي ما بس للعوين الكوادر لكن الباريتي ده للعوين الفابريرال ذاته من اللي قدام الرئيس الجمهورية ورئيس المؤسسة للحركة الوطنية للإنقاذ قال المرأة مساواة قام الراجل سوا مدام هو في الحياة وهو في الملوك المرأة الشادية ترفع راسها ويقول لها للعمام أنا ولين شكرا بالله شوف دبي جاء في الدنيا ده هو سو شغل عديد بهين فيها سو شغل عديد. في إقليم جيرا تم القبض على مجموعة تقوم بتهريب الشباب إلى دولة ليبيا حيث تمكنت القوات الأمنية في الإقليم بإفشال هذه العملية وعرض هؤلاء الجنات أمام حاكم إقليم جيرا محمد علي حسب الله بحضور العديد من المسؤولين. تقرير آدم حنفي فاضل. قوات الأمن والدفاع بإقليم جيرا قد ألقت القبض على 3 أشخاص يقومون بعملية نقل الشباب إلى بعض من الدول وخاصة ليبيا، الأمر الذي دعا إلى عرض هؤلاء المجرمين إلى حاكم إقليم جيرا، وذلك وفق الكشف على وجود شبكة خاصة لهؤلاء المجرمين المهربين للشباب أنهم يستعملونهم لأغراض خاصة، إلا أن الحظ لم يحالفهم في هذه المرة حيث وقعوا في أيدي قوات الأمن والدفاع أثناء قيامها بعملية دورية. إقليم جيرا وعلى لسان حاكمه محمد علي حسب الله وبحضور مسؤولي الإقليم الإداريون والعسكريون والتقليديون قال إن مثل هذه العملية الإجرامية لم ترضي الضمير الإنساني وأضاف حسب الله بأن رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو أنه قد حذر كل التحذيرات فيما يتعلق بالعمليات الإجرامية بمختلف أنواعها وذلك من أجل جلب الأمن والاستقرار لدولة تشاد مؤكدا بأن هؤلاء المجرمين سيقدمون إلى المحاكمة ويأخذ القانون مجراه كما شكر الحاكم رجال قوات الأمن والدفاع الذين اكتشفوا شبكة هؤلاء المجرمين مهربي الشباب وطلب منهم المزيد من أجل محاربة هذه الظاهرة. في إطار جولته لتنصيب المكاتب الإقليمية لحزب التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم الـRDP فقد توقف وفد الحزب بمدينة كمرة حاضر إقليم مندول بهدف تنصيب المكتب الإقليمي للحزب. تقرير خليل حسن صالح. مدينة كمرة حاضرة إقليم مندول ك
كانت هي المحطة قبل الأخيرة لجولة الرئيس الوطني لحزب التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم إرديبي. وخلال تواجده بمدينة كمرة، محمد اللو طاهر نصب أعضاء المكتب الإقليمي بمندول إلى جانبهم أعضاء المنسقية الوطنية للشباب والمنسقية الوطنية للمرأة، والتي نصبت بهدف توعية المواطنين وحشدهم وراء الحزب. رئيس الفيدرالية الإقليمية للحزب بمندول هنأ الرئيس الوطني للحزب وأكد تضامن مناضلي الإرديبي بمندول ووقوفهم الدائم مع كل نشاط يقوم به الحزب، وأنهم سيمثلون الحزب خير تمثيل في المنطقة. خطابا مطولا ألقاه الرئيس الوطني للحزب محمد اللو طاهر دعا فيه المناضلين بالوحدة والتضامن والعمل من أجل الرقي بالبلاد. وأضاف اللو أن تشاد تعيش في أجواء الجمهورية الرابعة والتي لا مكانة فيها للعاطلين ومختلسي المال العام. وقال الرئيس الوطني أن حزب التجمع أول حزب عمل بالديمقراطية ويعتبر مثالا يحتذى به في مجال تطبيق الديمقراطية. وانتهى الحفل برقصات شعبية قدمها السكان المحليون ترحيبا بوفد حزب التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم إرديبي. قامت ظهر اليوم السفيرة الأمريكية لدى البلاد بزيارة إلى مقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بهدف تقديم التهنئة للأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. تقرير حسن جدا عمر. في إطار العلاقات القائمة بين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البلاد، تأتي هذه الزيارة التي قامت بها سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البلاد السيدة جيتا باسي إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حيث كان في استقبالها فور وصولها إلى مقر المجلس فضيلة الشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حيث أوضحت الدبلوماسية الأمريكية خلال المقابلة التي جمعتها مع أعضاء المجلس بأن زيارتها هذه مفادها تهنئة الأمة الإسلامية التشادية بحلول شهر رمضان المبارك، مضيفة بأنها تعمل كثيرا في مجال السلام والتعايش السلمي والتعاون والتسامح وإعانة المتضررين والنازحين، مؤكدة استعداد السفارة للتعاون مع المجلس في القضايا المشتركة. أما رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى، وصف السفيرة الأمريكية بأنها جمعت في عملها بين الدبلوماسية الرسمية والشعبية، مؤكدا أن استعداد المجلس بالتعاون مع السفارة في الأطر والأوجه المشتركة، وتجر الإشارة إلى أنه سيتم جلب أئمة وخبراء أمريكيين وإرسال الأئمة التشاديين إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتبادل الخبرات والمعلومات في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف. أنهى المشاركون في الورشة التدريبية حول جمع معطيات ومعرفة الأحوال المناخية لحوض بحيرة تشاد عبر القمر الصناعي أعمالهم بحضور المدير العام بوزارة البيئة. تقرير هارون أبا هدم. خلصت أعمال الورشة التدريبية لفني وزارة البيئة والمياه والصيد حول تقنيات رصد البيانات وتحصيل المعطيات إلكترونيا عبر القمر الصناعي بتوصية طالبوا فيها من سلطة حوض النيجر بتنظيم ورش تدريبية مماثلة حتى تمكن الفنيون من مواكبة تقدم التكنولوجيا وخاصة التي تعمل في مجال البيئة، وعلى الحكومات الالتزام بتطبيق هذه التوصيات وذلك من أجل الاستفادة من مياه الحوض. وقد أفادت هذه الورشة المشاركين بمعلومات ومهارات فنية تسمح لهم بالانخراط في عملهم كما خطط له في جدول أعمال الأمانة التنفيذية لسلطة حوض النيجر. شغل الوصفون هذا نقدر نكونترولي نراقب التلين البحر حول الساتليت، ونقدر ننتل أليرت بدري قبال ما الألمي ده بمرك من البحر، ننتل ملاحظاتنا قبال ما الفيضانات دي بتكون. في اختتام أعمال الورشة قدم المدير العام لمصادر المياه والنظافة موسى تشيتشاوو ممثلا لوزير البيئة والمياه والصيد الذي أكد أن الحكومة حريصة على الإدارة الجيدة والمثلى للموارد المائية، وذلك من أجل استغلالها في الري ومعالجتها لتتحول إلى مياه نقية وصالحة للشرب، وأيضا الاستفادة منها في مجال الثروة الحيوانية، مؤكدا أن رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبي إتنو يولي اهتماما بالغ الأهمية للمبادرات الساعية لتوفير المياه الصالحة للشرب وإدارتها بشكل إيجابي أثناء حدوث الفيضانات.
اختتمت مساء أمس أعمال الورشة التدريبية التي نظمت لصالح النساء العاملات في مجال صناعة وتحويل المنتجات الإسلاكية. عملهم ترأست المناسبة رئيسة غرفة النساء الرائدات في شاء تقرير محمد حسن أتا. خلال يومين من مداولات أعمال الورشة التدريبية التي نظمتها غرفة النساء الرائدات بتشاد بهدف تقوية كفاءات النساء العاملات في مجال صناعة وتحويل المنتوجات والمواد الاستهلاكية، سمحت للمشاركات اكتساب خبرات ومعارف جديدة، لا سيما إنشاء وتسيير المشاريع والمؤسسات التجارية النسوية وكيفية الحصول على الدعم المالي من الشركاء والمانحين بغية أداء عملهن على الوجه المطلوب لتوفير المنتوجات الاستهلاكية المحلية. الحمد لله نين شغل كثير ما عرفنا اليوم، عرفنا في المؤتمر أن الغرفة التجارية أن النساء تشاد، والحاجات اللي عندنا في تشاد كل عرفنا، وعندنا في بعض الأخوات واحدة عندها تصنع في زيوت، وعندنا حبوب بعض الأشياء، وأنا كل عندها حاجات عديدة من أنواع التمور، وعندي أنواع الأطرون والأملاح، ذو كل زمان حطينا منظر لكن كلام فائدته وتقديره اليوم شجعوني فوقه. رئيسة غرفة النساء الرائدات بتشاد شمس الهدى أبكر كدادي من جهتها طلبت من النساء المشاركات التطبيق الفعلي لما تلقوه من معارف جديدة من أجل النهوض بهذا القطاع الصناعي والتجاري، وكذا البحث عن السبل الكفيلة لرفع التحديات التي تعيق سير الأعمال والأنشطة ذات العائد المالي. ما زالت تواصل مؤسسة القلب الكبير بتنسيق مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بتقديم المساعدات الغذائية للطبقات الضعيفة في المجتمع. تقرير ابتسام موسى وقراءة ديقة محمد الحاج. ضمن خدماتها الإنسانية التي تقدمها مؤسسة القلب الكبير والتي تتمثل في توزيع مواد غذائية لصالح الشرائح الضعيفة في المجتمع، ويتم عملية توزيع المؤونة الغذائية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حيث طالت المساعدات هذه المرة للجنة المهتدين بمقرها الكائن بحي فرشة ميليزي، وكذا معهد ألغوني تجاني محمد الأول لتحفيظ القرآن الكريم الكائن بكندل. الشيخ محمد عبد الله عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية قال بأن مؤسسة القلب الكبير والمجلس الأعلى من خططهما مساعدة الشرائح الضعيفة وتقديم يد العون لهم عند الحاجة والضرورة. ولذلك أنا أقول للمستفيدين أن السيدة الأولى من ورائها فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديب إيتنو هما دائما يفكران لتقديم العون والدعم وتحسين ظروف المواطنين بصورة عامة، وعليه أن هذا الإفطار نقلت عبر أيادي أمينة. نائب رئيس لجنة المهتدين عمر محمد حيث عبر عن فرحته وقدم الشكر لسيدة البلاد على هذه البادرة الإنسانية. شكرا كثيرا الله يطولها في هذا الأمر، والله كثر أمثالنا في هذا البلد، وكل ما يفعل الخير في هذا الأمر في هذا الأمر وفي هذا البلد عندنا محتاجين، ودور الله يوصي لهم عشان يساعدوا الناس محتاجين. وفي نفس السياق تم توزيع مساعدات بإحدى خلاوي بمدينة مساجد، ونظم إفطار للصائمين بقرية كل مرة التي تبعد من العاصمة بثمانين كيلومتر، علما بأن هذه المساعدات العينية توزع إلى مستحقيها لكل الفئات من المجتمع في شهر رمضان وكذلك في المواسم الأخرى. المنظمة الدولية الإنسانية أكسفام تواصل في تقديم مساعداتها الإنسانية للاجئين بمركز إداري غوريه المتاخم للحدود بين البلاد وجمهورية إفريقيا الوسطى. تقرير سيد أحمد حسن. بعد تقديم المساعدات المتمثلة في معدات النظافة للاجئين، منظمة الأكسفام تقوم بحفر بئر ارتوازية بقرية بيغانا وعدد من دورات مياه بالمركز الصحي لقرية بن غوندانا. وحسب ما جاء على لسان مسؤول المركز الصحي بوراجي ديون أنه يتوجب زيادة عدد المراكز الصحية بهذه المنطقة، وذلك نظرا للحاجة الملحة للتأمين الصحي للاجئين وسكان القرى المجاورة، إذ يستوعب هذا المركز أكثر من 100 حالة يوميا، وهذا يشكل عبئا ثقيلا على مركز صحي واحد بعدد قليل من الأطباء. أما مدير المشروع جيم تبين رادوم قال
إن اليد الواحدة لا تصفق، لذا تقوم منظمة الأوكسفام بتقديم ما بوسعها لوضع لمسة أمن للمحتاجين. محاولة هذه المنظمة ليست الأولى ولا الأخيرة، إذ سبقتها لفعل الخير منظمات أخرى، وكل هذه المبادرات الغاية منها توفير بيئة صحية وحياة آمنة للاجئين. ترأس محافظ مندول الغربي مناسبة الاحتفال بعام السلام الذي اتحد فيه الرعاة والمزارعين. كان ذلك بحضور ممثلي جمعية المجتمع المدني والشيوخ التقليديين ورجال الأمن في المنطقة. تقرير عشاد أحمد دوكي. إنها أجواء السلام والتعايش السلمي التي سادت محافظة بيني بإقليم مندول الغربي، حيث أن الرعاة والمزارعين باتوا يعيشون أكثر من عام في حالة توحد واتفاق فيما بينهم، والذي جاء نتيجة الحملة التوعوية التي قام بها بعض ممثلي جمعيات المجتمع المدني والشيوخ التقليديين من أجل استلباب السلام والتصدي للمشاكل التي تحدث بين الرعاة والمزارعين. على رمادي كيمتو رئيس القبيلة قال إنه في الوقت القريب أن القنطون لم يسجل حالة مشاكل، وتحديدا في عام 2017 حتى عام 2018، وهذا ما يجعل سكان الريف يعيشون في حالة سلام ووئام. محافظ مندول الغربي جاكوب تيبيو شجع جمعيات المجتمع المدني والشيوخ التقليديين على المواصلة ولعب دورهم بنفس هذا النهج، لأن السلام هو أساس التنمية، خاصة في ظل عهد الجمهورية الرابعة، وأن أي خلاف يؤخر من نظم الجمهورية وقواعدها يجب أن يتحلى السكان بصفات حميدة، ولا يحدث ذلك في المجتمع الفاضل. نظمت ثانوية النهضة النموذجية حفلا تكريميا ببيت المرأة للطلاب الذين نالوا درجة التقدير في الشهادة الثانوية دورة 2017. تقرير عبد الله رومبر. دعم للأنشطة الطلابية وتشجيع للطلاب المتفوقين في الشهادة الثانوية دورة عام 2015 إلى عام 2018، فقد نظمت إدارة ثانوية النهضة النموذجية حفلا لتكريم عدد من الطلاب الذين نالوا تقديرا في الشهادة الثانوية على مستوى المؤسسة. وبهذا الصدد فقد قدم رئيس اللجنة المنظمة كلمة الرحب فيها بالحضور على تلبيتهم الدعوة، من ثم كلمة ممثل الدائرة الثامنة شاكرا فيها جهود المعلمين وأولياء أمور الطلاب على رعايتهم واهتمامهم حتى الوصول إلى هذا التقدم. مفتش التربية الوطنية بالدائرة الثامنة أبو بكر الصديق هنع الطلاب المحتفى بهم وشجعهم على مواصلة مشوارهم التعليمي، مضيفا بأن المنهج المدرسي للجمهورية الرابعة يرتكز على أسس ومتانة قوية لتحسين نوعية التعليم بالبلاد. مدير ثانوية النهضة النموذجية عمر مصطفى هنع هو الآخر الطلاب المتفوقين على هذه الجهود المثمرة، موضحا أهداف الحفل التكريمي للطلاب. وإنما تحتفل هذه المؤسسة بالمتفوقين والخريجين ليس هذا من قليل الترف والرفاهية، وإنما تحتفل من أجل إبراز المعاني، علما بأن الحفل التكريمي تقللت عدة فقرات متنوعة منها عبيات شعرية ونصائح طلابية وقصص ومسرحيات، فضلا عن توزيع شهادات للطلاب المتفوقين. بطولة رابطة أنجمنا لكرة القدم انطلقت في الأسبوع الماضي ثم توقفت. حول هذا التوقف فقد عد لنا زميل عباس أبكر التقرير التالي. دوري رابطة أنجمنا لكرة القدم للمرتبة الثانية الذي بدأت مبارياته ثم توقف نسبة لصعوبات مادية أصبح عائقا وعاملا أساسيا لتسيير الدوري، وخاصة عدم دفع رسوم الحكام منذ بداية الدوري. الحكام يعني الحكام قالوا لي خلينا ندفع لهم رسومهم قبل ما يحكم المباراة، يعني نكفهم أبان ويوفيسي المك، وده يعني شيء عظيم وشيء غريب، وأنا نقول يعني انت الرابطة ما تقدر في شغل مش الله، والحكام ده هم بس يعني البارتنر نمبر واحد عن الرابطة، عربا نقول خليه قبل في ديسيجون أنا ده، وأنينا يعني مستهدين. فيما يخص الفرق التي لم تدفع رسوم مشاركتها، فقد طلب رئيس الرابطة من أصحاب النوايا الصادقة دعمهم. الرابطة ما عندها دخل من برا، علينا إدى البارتنر كتبنا لهم وما لقينا ولا ريال، إلا الفدرالية التشادية لكرة القدم هي بس أسيستين للرابطة، هي حصة علينا الدوريات ده بدأت. هذا نقول البارتنر آخر مش الإندينا، علينا كان كونتي كثير كل كان كونتي في الميري سنترال والفدرالية التشادية لكرة القدم.
من جهة أخرى فقد ناشد أبو بكر عبد الكريم أدري الجمهور للخروج بكثرة في الملاعب الرياضية كملعب إدريس محمد أويا وملعب باري كونغو وأكاديمية ميليزي وغيرها لتشجيع اللاعبين ورفع معنوياتهم الرياضية. هذا كل ما لدينا على الساعة من أخبار محلية، أشكركم على طيب الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.